السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا عودناكم قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. لو ما كنتش متابع الفيديو المرة اللي فاتت خش تابع الفيديو المرة اللي فاتت، لأن الفيديو ده من الفيديوهات الجامدة أوي، والفيديو اللي قبليه من اللي أجمد منه كمان. يعني عاملين فيلمين ورا بعضهم، فيلم عن النش اللي هو حرام العصاري، وفيلم وثائقي عن تربية الحمام في سوق السيدة عائشة. فالفيديوين جامدين مكسرين الدنيا. معلش بقى الفيديو اللي هو بتاع اللي هو التصوير بتاع السيده عائشه، معلش الكاميرا مقلوبه، الكاميرا اتعدلت، مش عارف ايه، بس اهم حاجه توصل لك المعلومه. مش مهم اللي انت ضغطت الشاشه، اهم حاجه توصل لك المعلومه وتستفاد بالمعلومه وتكون استفاد وتوصلها لغيرك عشان يستفاد منها. فمتشكرين للناس اللي هي قابلتنا، متشكرين للناس اللي هي رحبت بالواحد، متشكرين للمؤسسين معرض بورتو بيجن، متشكرين للاستاذ احمد كشك، متشكرين لحماده السني، طبعا عمرو ابو غالب حبيبي ملك الانجليزه في مصر، الكابتن احمد كشك والله عمل معاه فوق الصح، انت فاهم، عند في المنتج اللي هو القاتل بتاع الحشرات ده عاملين فيديو فيه. فاحنا ان شاء الله برضه قال لي خد هو اشتريها لي الراجل ده واداها لي دي، قال لي دي هديه مني ليه. فمتشكرين ليك يا استاذ احمد. فجه عايزين مثلا، انا بقول طب ما الحاجه دي كويسه انا اجربها، طب مش عارف ايه، طب ممكن ايه نعمل فيديو كده. قال لي طب ما انت الحاجه انت هتجربها وتوري للناس وعادي يعني مش فارقه. قلت له لا، انا بحب اللي هي يعني ايه، انت صاحب المنتج يبقى انت تتكلم عليه. طب مين اللي مستورد المنتج ده؟ قال لي احمد السني. قلت له ما فيش اي حاجه، لما ناخد مثلا كلمتين من حماده السني عن اللي هو المنتج بتاعه عمر زيت، فاحنا برده اللي هو هنوريك اللي هو المنتج ده بيقول لك قاتل للحشرات ابره زيت. ده بيقول لك هو حماده هو اللي مستورد يعتبر المنتج ده. في 7 فروع باين اللي هو في القاهره هنا بيوزع عليهم، وفي بره مصر بره القاهره برده بيوزع على الناس، فبيقول لك شغال كويس مع الناس. فاحنا النهارده ان شاء الله فيديو قسما بالله هتتكيف، يعني هتتكيف ازاي؟ لان الفيديو ده من الفيديوهات الجامده قوي اللي انت هتقعد تستمتع منه. طيب انا جايب المنتج ده عشان اوريك اللي هو طريقه الاستعمال، لان احنا لازما نوريك الحاجه عملي. طب ما انت جربت يعني اللي هو انت هتلاقي فيديو بعد ده هينزل اللي هو حماده السني بيجرب فرد حمام، بس انا هجربه على حمام عشان اللي انت تتاكد بالمنتج اللي هو جايب 100% مع فرد الحمام. هنمسك يا عم، مش هنقول لك فرد حمام كبير، هنمسك زغلول. بيقول لك عمادة اللي انت مثلا بتحط البخاخة دي وترج الازازة كويس كده، وبتمسك فرد الحمام كده، بختتين على الكتف ده، بختتين على الكتف ده، وفي القصعة بتاعته وعند المشخ بتاعه، وادي اهو فرد الحمام اهو ما فيهوش أي حاجة، بس بعيد عن اللي هو فرد الحمام، بعيد عن مراتب فرد الحمام، بعيد عن بق فرد الحمام. بيبقى فرد الحمام بيقول لك ما فيش 10 دقايق نص ساعة بيتجرع، هو بيقول لك الفاش والطير اللي في فرد الحمام ده بيروح خالص. فالحمد لله برضه اللي هو اللي أنا شغال بيه برضه الحاج أحمد كان جايبه لي ده بالصعيد، هو شغال معايا جامد، بس ساعات اللي هو في وقت اللي أنت ما ينفعش تحمي فيه الحمام. تعالى يلا نخش بقى بالمفيد، يلا نخش بالعريس، لأن الكلام ده هو اللي احنا جايين نتكلم فيه. نفصل التليفون ونريح دماغنا، لان الكلام ده اللي احنا هنتكلم فيه هتتكلم في ايه؟ هتكلم اللي هو مواعيد الوقت المناسب لمواعيد الاحتفال. يعني ايه؟ يعني ما يجيش في عز الساعه احمي الحمام. ما انا بقول لك انا عندي المنتج اللي بحمي بيه الحمام بس ما بحميش. طب ما بتحميش ليه؟ لان الجو متقلب. طب الحمام مليان صوص عادي، اشوف بديل اللي هو شغال ببخاخه. يعني انا شغال ببخاخه واحده اتنين خلاص، جه فرد الحمام عمل نفض ريشه كده، فرد الحمام خلاص ما بقاش في الميه، خلصنا من الدير وخلصنا من الحشرات، بس ما اذتش الدير بتاعي، ما اذتش الحمام بتاعي. لكن لو انت تمسكه في عز الساعه، الشمس حلوه النهارده، لما تيجي تحمي تيجي تحمي من هنا ساعه بالظبط تلاقي الجو هوب هوا هوب، الشمس راحت يا لهوي، الحمام ايه هعمل فيه ايه؟ نجيب له سخان وندفيه. ما انت عشان خاطر اللي هو ده احنا اللي بنعيي الحمام بالتين. ازاي؟ لما بقول لك فرد حمام مصاب اغسله من قلب السلاكه بتاعتك، واللي انت مثلا تداويه بعيد عن الحمام بتاعك. ما الجو ساقع بره، قلت لك اغسله ودفي العزاله بتاعتك. لكن الفكره اللي انت بتسيبهولي ومن ايدك بتدي لفرد الحمام السليم بتنقل المرض بتاعي. ما انا صعبان عليا عشان خاطر يقعد في الساعه بره، ما يصعبش عليك ده يا حبيبي.
لكن هو هيصعب عليك فرد حمام، بس هيصعب عليك انت هتصعب على الناس كلها في ايه؟ ما هو فرد حمام ممكن يخلق الدنيا كلها. طب انت اللي هتتكلم في ايه؟ هتكلم في انا بعالج الحمام يبقى يخرج فرد الحمام من بره السلامة بتاعتها او من غرفة الفرد بتاعتها. طيب عايز اللي انا اعطش الحمام بتاعي عشان يستجد العلاج. ده انا رفعت له المية الساعة 11 الصبح وهوسعله الساعة 12. عشان تعطش الحمام من اللي هو مثلا يطبق في الميه او اللي هو يشرب العلاج، تتاكد ان هو يشرب العلاج. انا اوريلك عامل لان احنا ما بنتكلمش من فراغ. انا معطش الحمام من الساعه 12 بالليل، الساعه 12 بالليل. طب دلوقتي الساعه كام مع بعضنا كده؟ الساعه 3 بالظبط العصر. 15 ساعة معطش الحمام، طاقة 15 ساعة معطش الحمام، عشان خاطر العلاج اللي أنا هديهولك أيا كان مضاد حيوي، فيتامينات، مكمل غذائي، أي نوع من العلاج، علاج لازم تديه، شخص مرض الحمام عشان تدي العلاج، يعني طريقة العلاج اللي هو إيه؟ العلاج المناسب في الوقت المناسب، يعني أنا فرد الحمام عنده تنفسي يبقى أشتغل بعلاج تنفسي، عنده اضطرابات في المعدة أشتغل مطهر معه، يعني أنت تعطش الحمام 15 ساعة ما فيش مشكلة، ما نعطش الحمام عشان يغسل معدة فرد الحمام، عشان فرد الحمام يبقى محتفظ بصحته، يبقى فرد الحمام كويس. أنت تقدر تقعد ب 15 ساعة، ما أنا بقدر أقعد لو ده صحي ليا، أقعد 20 ساعة، وبقعد أكتر من كده لأن بنقول يعني سبحان الله ربنا بيقول لك صوموا تصحوا، يعني لو بص البني آدمين لما بتصوم بيبقى الصحة عايدة عليهم، يعني انت بقى بتيجي للكام بتملاها مية بتملاها أكل فمفيش مشكلة، بس بتبقى محتفظ بصحتك. فانت كده كده الحمام لما بتيجي تعطشه وبتديله المية بالعلاج، فانت كده كده متأكد مليون المية ان خلاص العلاج ده وصل لفرد الحمام، يبقى فرد الحمام خلاص خد المضاد الحيوي وخد الفيتامينات بتاعتي، يبقى انا ماشي صح. لكن عطش ساعة عطش ساعتين ارفعها نص ساعة واحط له ابيت الماء من قدام، الكلام ده يا جدعان والمصحف غلط. عايز تكبر في الغواية، عايز تبقى كويس في الغواية، عايز اللي انت تبقى رقم واحد، ومع ان هي كلها بنكمل بعضنا، كلنا بنوصل لبعض المعلومات، كله مش كامل مكمل، ده مش كامل مكمل، كله بيتعلم من بعضه، بس أهم حاجة تتعلم صح، ما تتعلمش غلط وتروح تنقل للناس غلط، لا اتعلمت صح، خدت معلومة يبقى وصلها صح، مش مهم تتابعني، أنا مش عايزك تتابعني لو أنا بتكلم غلط، تابع أي حد بس يكون بيتكلم صح، تابع أي حد يكون تفهم منه المعلومة تبقى 100%، يبقى عن تجربة، يبقى اللي أنت واخدها 100% تروح توصلها لواحد تاخد عليها تاخد عليها ثواب، لكن اللي أنت تتابع ده شوية تتابع ده شوية ده كده غلط، ده صح، ده غلط، أنت كده أنت مشتت دماغك. أنا بقتنع بنفسي وما بقتنعش بأي حد. أنا لو فرد الحمام أنا عايزه باللبن بتاعي، لو فرد الحمام خف بتاعي مفيش أي مشكلة، لأن أنا مش هعمل حالة تضارب عشان بطل أطلع أعمل فيديو وأقول لك تعالى يا باشا إحنا هنعمل واحد اثنين ثلاثة ولا الحمام يغطس مني، لا أنا الحاجة بجربها مرة واثنين وثلاثة وأربعة عارف إن هي دي جابت 100%، دي جابت معايا نتيجة فبطلع أوصلها لك خالصة مخلصها. أعراضها إيه؟ تجنبها إيه؟ ده إيه؟ ده إيه؟ بكون أنا بخلص لك الدنيا كلها وبديك الباريس بتاعتك كلها. فهو ده النهاردة اللي هو كان طريقة العلاج، وبرده الفيديو ده حلو هتلاقي فيه كم معلومة كويسة مع بعضنا كده. هنوريك الحمام وهو عطشان. طب انا دلوقتي بمسق مسق اوتوماتيك، المسق اللي هي الالكتروني او المسق اللي هي الاوتوماتيك كده مع بعضنا كده. بلغي الخزان خالص، بسحب المية دي وبملى يعتبر المسقة بتاعتي كده، ادي اهي اهو اهو. انا بس ايه، انا مش هوريك الحاجة كلها عشان خاطر برضو ايه طب العلاج ده لما انت معطش الحمام هتكلف وتدي ميه؟ مفيش مشكله لما اخش مثلا عامله الميه لاما اجملهم الكلفه وهم كده كده عطشانين هيخشوا على الاكل دلوقتي ياكلوا شويه، طب ما عطشانين عايزين يبلعوا اللقمه، فهتلاقي اللي هي الميه هوب اديتهم العلاج وشغالين بياكلوا ويشربوا ومفيش اي حاجه، الحياه معاهم زي الفل.
حامل اللي بيبقى تحته زغاليل، لو المسقة الفخار بتملى له المسقة، وتعالى بالليل في نفس الميعاد اللي انت رفعت فيه المية برضه بترفعها تاني. اي علاج قوقاية من يومين لتلاتة. طيب علاجات، لو انا مثلا شغال جرعات علاج، الحمام المصاب عندي اقل واجب من 4 أيام لـ5 أيام، ده بالنسبة لجرعات العلاج. الناس اللي هي بتقول لي انت بتبقى منفعل في الفيديوهات ليه؟ ببقى منفعل لان قايلين مرة واتنين وتلاتة الحاجة، انا عايزك تمشي صح، انا مش واخد منك حاجة غير الدعوة، فانت كده كده تمشي صح، انت فاهم انت اللي كسبان في الاول وفي الاخر، فانت ما تجيش اللي انت تبقى عامل الغلط وتيجي تقول لي ايه؟ اصل ما شفتش، اصل ما اعرفش، اصل ما عملتش. وممكن في حمام انت فاهم تعالج بحاجه، مش شرط اللي هو مثلا الحمام يعني اللي هو مثلا ايه ده يبقى في مكان واحد يبقى العلاج، لا واحد، ما ممكن فرد حمام مصاب بعلاج بمرض والتاني العياذ بالله مصاب بمرض، وفي حمام بدله تحسينات دواء تاني، مش لازما اللي هو يعني انا بدي فيتامينات، طب ما ممكن فرد حمام اساسا مصاب اديله فيتامينات على ايه وانا ما اديتلوش مضاد حيوي، لازما اشخص المرض صح وعالج صح، فلاقي الدنيا معايا ماشيه جميله. ده برضو ايه عشان ما نطولش عليكم كده، ادي هو الحمام بقى ابتدى اللي هو ايه يخش يشرب، قلنا بقى الزوق لسه ما كلفناش. كده كده الواحد بيصور برضه الحمام لسه ايه ما خدش راحته خالص، اللي عطشان ده خد شرب وهو بيخش يزق عياله. نكمل بقى احنا بقى ايه التمسيق ونكمل بقى كلفة، فده الفيديو بتاعنا كان كويس، مش عايز برضه اسرق الدنيا عليك، انتظروا لما الفيديو يجي انا معكم كنت انا، والسلام عليكم ورحمة الله.